سمحت مستر محزوز موجود؟ محفوظ. تمام يا فندم، هو موجود. في ميعاد؟ ممكن تقول له نيلي وشريهان احفاد مكاوي. تمام، لحظات وهبلغ. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا بنات، ازيكم؟ هاي. معقوله كبرتوا وحلويتوا قوي كده؟ اهلا اهلا اهلا، اتفضلوا. ميرسي. ثانك يو انكل، ده من ذوقك يا حاج. حاج اكيد انت بنت عبد الحليم، صح؟ صح. وانت بنت عبد الله؟ ايوه. وانت ابن مين يا حبيبي؟ انا ابن صادق جاد الحق. مين صادق جاد الحق؟ ابويا. هذا سيف، هيز ا فريند اوف ماين، هو مش قريبنا خالص. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في موضوع. انت تأمري بس مش نشرب حاجه تطري على قلبنا في الاول، عندنا هنا مخيتو يجنن. متر، تحت امرك يا استاذ محفوظ. اربعه مخيتو بسرعه لو سمحت، اكسترا ليمون، اكسترا مينت، اكسترا اي. اكسترا جبنه رومي وحياه ابوك سيحه. اكيد اكيد انت بنت عبد الحليم. اهلا وسهلا. اهلا. هو ده بقى. طب شكرا يا ابني، متشكر جدا. تشيز. نعم. ها، وانتي ابوكي عامل ايه؟ لا انا ابويا الله يرحمه مات يا حاج. الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. وانتي باباكي عامل ايه؟ أنا بابي في السجن. أنا مكرم، أهلا وسهلا. أنا وأنت برضو بابا في السجن؟ لا أنا بابا في السعودية. معلش معلش يا بنات، أنتوا لازم تعذروني، أنا بقالي 10 سنين من ساعة ما عملت المكان ده هنا في الغردقة وأنا ما بنزلش القاهرة، لا أعرف فيها إيه ولا داس فيها بيعملوا إيه. حلو أوي الملوخيتو ده، بس أنت ليه مش بتخرطوا الملوخيتو وبتحطوها زي ما هي؟ لا لا لا، وحش، ما عجبنيش، بيلسع كده، بينك في حاجه مصننه. ده حلو قوي الدوله يا ناتاشا. الملوخيتو ده؟ ايوه. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه كده. تحت امرك يا حبيبتي، بس مش الاول تشربي الدرينك بتاعك علشان تبلي ريقك وبعد كده نتكلم. والله انا مش قادره خالص، اصل احنا جايين من السفر على حضرتك على طول. مش عايزه الملوخيتو بتاعك الدولي. اتفضل. انتوا جايين من السفر على هنا على طول؟ مش معقول، يبقى انتوا بقى على لحم بطنكم، لازم تاكلوا. عندنا هنا فيل يجنن، بنجيبه من المزارع بتاعتنا في نيوزيلندا. انا اول مره اسمع ان الفيل بيتاكل. طب لو امكن بقى يبقى حته من الزلومه عشان تبقى مقرمشه. فيل ايه يا متخلفه؟ بيقول لك فيل، فيل يعني لحمه عادي. اه يعني اكل. إيه؟ طب لو اكل بقى؟ لا مش عايزه لحمه، ممكن بقى شويه فراخ كده محمره على رز ملوك او حواوشي. عندك حواوشي يا حاج؟ فعلا فعلا بنت عبد الحليم. على العموم انا تحت امرك في اي حاجه انت عايزه تاكليها، اما الحلو بقى فسيبيه عليا. عندنا كريم بيوليه يهبل. ايه البراولي ده يا حاج؟ مش بقول لك فعلا بنت عبد الحليم. هو ليه كل ما اقول لحضرتك حاجه فعلا بنت عبد الحليم؟ هو ابويا ده كان بكابورتو وانا مش عارفه. مستر حنتوس، هتشرب الملوخيتو بتاعك؟ لا لا اتفضل يا حبيبي. اديني بقى ملوخيتو. انا بقى انا مش شايفه كيف على ملوخيتو. سيف انت كويس؟ انا كويس، بس الملوخيتو ده بيمشي البطن وانا مش شايف حمام هنا، ولا انتوا بتحفروا في الارض ولا بتعملوا ايه هنا؟ لا لا لا، الحمام هناك على ايدك اليمين. طيب مش هروح انا بقى. اتفضل اتفضل. الحمام انا. مش مهم. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه ضروري قوي. تحت امركم يا حبيبتي، انتوا مش عارفين جدكم كان يعني ايه بالنسبه لي، ده ياما وانا صغير ساعدني وقف جنبي، ده صديقي الصدوق، حتى بالاماره كمان العربيه اللي اداها لي زمان وانا صغير لسه محتفظ بيها في المكان ده لغايه دلوقتي، كانت وش السعد عليا. عربيه ايه؟ عربيه اداها لي زمان قبل ما يموت الله يرحمه. طب هي فين العربيه دي؟ موجوده هنا طبعا.
طب ممكن نشوفها بعد اذن حضرتك؟ طبعا يا حبيبتي تحت امرك. اتفضلوا اتفضلوا تعالوا اتفضلوا. خلاص بقى. اهي هي دي. طب بعد اذن حضرتك احنا عايزينها. ايه عايزينها؟ عايزينها ده هي روح النونه. هو مش حضرتك قلت لنا ان جدنا اديها لك هديه؟ احنا عايزين نرجعها. في حد بيرجع الهديه برضه؟ معلش يا انكل محفوظ، اصل احنا عندنا شويه ظروف كده وكنا مزنوقين في فلوس، فممكن العربيه دي تحل لنا الازمه. مزنوقين؟ اه. طب تحس ان انتوا مزنوقين بقى، تبقوا تعدوا عليا اول كل شهر اغديكوا ولا اعشيكوا ولا ادوكوا حاجه تطفحوها. ايه يا عم انت، واحنا بنطلب منك حسنه؟ احنا بنطلب حقنا. طب ايه رايك بقى يا برنس ان احنا مش هنخرج من هنا الا لما ناخد العربيه دي؟ لا، هتخرجوا من هنا ومن غير العربيه دي، وهتخرجوا بالذوق احسن ما اجيب الامن يهزقكم ويبهدلكم، مفهوم؟ وهتدفعوا ثمن المخيط اللي انتوا شربتوه. ها، على فكرة أنت اللي عزمت علينا يعني. استني عشان بيقولك هندفع المخيطه. معاكي فلوس يا نيلي؟ لا طبعا. أنت معاكي؟ أكيد لا، ما كنتش سألتك. طب نشوف سيف، أكيد معاه. أكيد سيف. بيعمل إيه ده؟ هنعمل ايه بقى مع انكل محفوظ ده؟ انت لسه بتقولي عليه انكل؟ ده راجل ما عندوش ضمير. ايه ده؟ نعيم، نعيم يا نعيم، يا نعيم وحشتني يا نعيم. سوري هيز درونك، هاف ا نايس داي. انت بتتكلمي انجليزي ليه؟ ده نعيم. اسكت بقى، كفايه فضايح، خليك ماشي ورانا هنا. حاضر. طب تفتكري العربيه دي هيطلع فيها الفلوس فعلا؟ لا طبعا، ما كانوا لقوها من زمان، اكيد عدد تاني. ايه؟ لا عدد تاني؟ لا انا مش قادره على الفرهده دي بقى بجد. بس يا حبيبي بلا. بقولك ايه يا شريهين، ما تيجي نفكنا بقى من الكنز واللغز والكلام ده ونروح نقضي لنا يومين في الجونه وخلاص، وبابي بقى هارد لك هو حظه كده. هنعمل ايه؟ انت هبله يا بنت انت، جونه ايه؟ حرام عليكي بقى. قولي لنا بقى فين اليخت بتاع صاحبك مو ده، عشان خلاص رجليا وجعتني. اليخت اهو. ايه ايه انتوا اتأخرتوا كده ليه؟ مفيش أصلا. بس بقى ايه يا ابي هاني اللي انت عامله ده؟ يالا انت فاكر نفسك بتنشط السياحة يا روح خالتك؟ سياحة ايه؟ دول زمايلي في المعهد، وجيت هنا سبحان الله لقيتهم صدفة. قولي لها يا سماح. يا جماعة مالكوا قافشين كده ليه؟ يلا اطلعوا بسرعة، ده الست قريبتكوا دي طلعت جامدة. بس قريبتنا مين دي؟ واو خالته صباح. نهار اسود يا خالتي، انت جيتي مع مين؟ جت معايا. انتوا ما تعرفوش تزوغوا مني. فين ماما ميمي؟ ماما ميمي يا حلوه في الحفظ والصون. خطفتوها يا كلاب؟ لا، بنفرجها الشعب المرجانيه. ميمي لو سمحتي اقعدي حبيبتي. حاضر حاضر، هركبك باراسيلينج تاني. هي ايه يا اختي المزيكا المسخه اللي حاطينها دي؟ شيش انت بقى ومزاجك عنب، ومش همك المصيبه اللي انت دبستينا فيها. مصيبه ايه يا اختي اللي انا دبستك فيها؟ التسليمه السوداء اللي سلمتيها لنا للي اسمه ضاحي ده. انا يا اختي ما سلمتش حد وما اعرفش حاجه. الراجل جالي وقال لي ان هو صاحبه وسالني راحوا فين. قلت له يا اخويا راحوا الغردقه. قال لي طب انا رايح له. قلت له طب والنبي يا اخويا عشان خاطري تاخدني معاه. خدني معاه. مش انتوا اللي سبتوني وتلميتوا على بعض وما رضيتوش تاخدوني؟ قال ايه مفيش مكان في العربيه، اديني جيت لكم على قلبكم اهو. انت عارفه الراجل اللي انت جبتيه لنا ده مين؟ هيكون مين يعني؟
الزفت المساعد بتاع عم دهب اللي احنا ما صدقنا ان احنا خلصنا منه. تخلصوا من مين يا حلوة؟ اوعوا تتخيلوا انكم تقدروا تخلصوا مننا، اي حاجة بتعملوها بتبقى تحت عينينا، فما تفكروش انكم تقدروا تزوغوا مننا عشان ده مش هيحصل خالص. لا خالص، نزوغ ايه؟ احنا اصلا جايين لغردقة عشان انا اخد تان. وانا كمان حتى I got sun kissed، مش حاسس؟ انا كمان مش حاسس. وبعدين كمان عشان ندور على الكنز واحنا فريش. وكنت رايحين لمحفوظ عشان تبقوا فريش برضو؟ اسكت، ده عندهم بقى كريمة البراوني دي تحفة، بص مزلزة كده. ده انا بحب الزليزة قوي. طب خد امسك يا مزلز انت. بقولك ايه يا اختي، انا ماليش خلق، انا جاي عشان اسيف وانبسط واشم هوا واشم النسيم كمان معاه. عن اذنكم بقى. براحتك يا بهدورة، براحتك. السلام عليكم. وعليكم السلام واخما الله بركاته. يا اختي وده ايه ده يا اختي؟ ده عادي يا خالتي عادي، هما الناس البهوات بيبقى عندهم من النوع ده كتير. سيدك موجود؟ ماذا؟ ماذا؟ لا سيبيها لي دي بقى يا خالتي. يا ايتها الكاميريرا الفلبينيه، نحن بصدد لقاء السيد عبد الله. حسنا ساو وبلده. سأبلده. شكرا لك ايتها البلهاء. فضل. بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا بنتي يا شريهان، ده لبلب في اللغات. امال يا خالتي. ما شاء الله عليك يا حبيبتي. اهلا وسهلا. اللي انا بيتي نور النهارده. منور بصحابي يا استاذ عبدال. ازاي حضرتك؟ اهلا يا حبيبتي. اهو كده لازم فعلا نتبادل الزيارات والود، احنا اهل يا جماعه. احنا على طول تحت النظر يا عمو. عمو؟ الله، بحب الكلمه دي منك قوي. طالعه بوقك زي العسل يا حبيبتي. طب اتفضل يا استاذ عبدال، دي حاجه بسيطه كده، 5 كيلو يستفنجي وطبق بسبوسة يستاهل بقى. والله ما كان له لازمة التعب، أول مرة أشوف بسبوسة تجيب بسبوسة. طيب أستأذنكم، البيت بيتكم، أنا هطلع بس أندهلين اللي واجي على طول. برضو عملت اللي في دماغك وجبتهم هنا في البيت. نيلي معلش، يبقى نتكلم بعد ما يمشوا، بس دلوقتي من فضلك قابليهم كويس عشان خاطر بابي. هو مين قالك اصلا ان انا هقابلهم ولا هنزل اقعد مع الناس الجرابيع دي؟ نيلي وبعدين عيب، دول قرايبنا. قرايبنا ازاي؟ ازاي ايه؟ شريهان اللي قاعده تحت دي تبقى بنت عمك عبد الحليم اللي هو اخويا مش شقيقي، من ام تانية، عشان جده ميكي الله يرحمه كان متجوز واحده تانية غير ماما ميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ لا انتي لسه عايشه؟ مين دي يا خالتي؟ دي الحاجه ميمي، مرات جدك مكاوي. ازيك يا حاجه؟ سلمي على ستك يا شريهان. ازيك يا ستو؟ ايه ده؟ هي ليه عامله كده؟ الزمن غدار، هدها من عمايلها السودة. أصلها كانت ست قادرة وما كانتش بتطيق جدتك ولا أبوكي، ومن ساعة جدك ما مات وملقوش ولا مليم من ثروته وهي حالها بقى عامل كده. وبعد ما جده ميكي الله يرحمه توفى، زي ما تقولي العلاقة ما بيننا خفت، خصوصا إن ماما ميمي ما كانتش بتحب أبدا ماما زيزي اللي هي مامة عبد الحليم أخويا الله يرحمه هو كمان، فعشان كده كانت بتمنعنا إن احنا نروح نشوف بعض أو نتزاور. طب بعد الهري ده كله المفروض انا اعمل ايه دلوقتي؟ تنزلي تقابليهم وتضيفيهم كمان كويس. الله، مش قرايبك دول؟ قرايبك انت ودي بنت اخوك انت، انا مالي؟ نيلي من فضلك، شريهان تحت دلوقتي عارفه انك موجوده، لو ما نزلتيش تقابليها يبقى شكلك وحش. على فكره يا بابي انا شكلي حلو جدا ومش فارق معايا خالص، لو انت فارق معاك انزل انت اقعد معاهم، اعمل اللي انت عايزه، دو وات ايفر يو وانت. يا بنتي احنا ما صدقنا لقينا عيله ودنا، بدل ما احنا بطولنا احنا الاثنين كده، حتى بعد عمر طويل تلاقي حد يجيلك وتروحي له. بليز
بليز انا مش بحب النيجاتيفيتي وشغل المتسولين ده، من فضلك اخرك معايا هفضل قاعده في الاوضه محبوسه لحد ما هم يمشوا، وانت ممكن تقول لهم ان انا في النادي في السبا بعمل دايوز مع اصحابي اي حاجه، بس ريممبر ان انا هفضل محبوسه في الاوضه لحد ما الناس دي تمشي، وهعصر على نفسي زيتونه ليمونه whatever مش whatever ليمونه زيتونه ازاي هتعصريها؟ انا ممكن اعصر زيتونه عادي يعني. لا ليمونه اوكي هعصر على نفسي ليمونه، بس بليز انجز وافتكر ان بنتك قاعده محبوسه عشان الجرابيع دول يتبسطوا تحت في بيتي. معقوله نجيب باشا حضرتك هنا لسه موجود من امبارح ما روحتش؟ اصل انا في مرحله خطر قوي. والله يا فندم والله بنتعلم التفاني من سعادتك، كان الله في عون سيادتك، بس ما تقلقش حضرتك انا عارف انت مشغول بالقضيه دي قد ايه، انا وصلت لحاجه هتوصلنا للعصابه. قشطه 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 قشطه. يا فندم ممكن حضرتك تبص في الصوره دي؟ لازم دلوقتي؟ بعد اذن سعادتك. اتفضل. ايه مالها الصوره دي؟ الصوره دي اتاخدت النهارده لاحمد فهمي في مزاد علني بعد ما اشترى عدد نادر جدا لمجله ميكي ب 150 الف جنيه. اوه 150 الف جنيه. مش ملاحظ حاجه غريبه سعادتك؟ طبعا واضحه زي الشمس. اعملوا لي تحريات عن احمد فهمي، شوفوه جاب ال 150 الف جنيه دي منين مع انه ما عملش حاجه السنه دي في رمضان. فلوس الاعلان يا معلم واضحه زي الشمس. يا فندم بص ورا احمد فهمي. بص وراه ازاي يا ابني؟ ده في الصورة نيلي وشريهان واقفين ورا احمد فهمي. نستشف من كده ان احمد فهمي هيعمل الفوازير السنة الجاية مع نيلي وشريهان. برافو عليك يا احمد، انت حسك الامني تطور جدا والفني كمان. برافو 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 يا فندم. نيلي وشريهان بتوع العصابة مش بتوع الفوازير. ايوه ايوه واضحة، بس هو وصله في اول الكادر وحضوره قوي واخد منهم الصوره يعني انت عايز مني ايه بقى؟ ايه علاقتك باحمد فهمي؟ عايز ايه؟ يا فندم احمد فهمي شكله كده هو ضربتهم اللي جايه. ما هو ده اللي انا بحاول اوصله لك من الاول وانت مش مركز معايا. مفيش اي تطور لا في الحس الفني ولا في الحس الامني. يا اخي اتفضل اتفضل اعطي مني الدور. ادينا جينا، هنعمل ايه بقى؟ انا عشان اخد قرار زي ده محتاجه مكان هادي عشان اقعد افكر فيه. ايه رايك اطلع السبا اعمل مساج؟ سبا ايه ونيله ايه دلوقتي؟ خلينا نخلص. شيرين انا مش مصدقه اصلا ان انا واقفه في اوتيل، الاماكن النظيفه وحشتني قوي. وانا كمان وحشتني قوي. اوعدك اول ما ناخد الفلوس هنبلبط كده في السبا. يا جماعه يا جماعه احمد فهمي اهو. ازيك اخبارك ايه؟ سنة طيبة ولا يهمك خالص ولا يهمك. اهلا ازيكم اخباركم ايه؟ تمام الحمد لله. اوكي طبعا. سيب سيب. طب هنعمل ايه؟ بص انا عندي فكره وربنا يسامحني عليها. انت هتاخدي شريهان وتروحوا الحفله ورا احمد فهمي، وانا هطلع انا وهاني فوق الاوضه بتاعته هنجيب العدد. طب انت هتعرف رقم اوضته منين؟ دي بقى سيبوها عليا انا. ايوه هتعمل ايه؟ مالكيش فيه بقى، انت بس اعملي اللي قالك عليه، خليكوا ورا احمد فهمي، واول لما تلاقوه طالع على الاوضه بتاعته كلمونا على طول. اوكي يلا. احنا هنعمل ايه؟ مالكش فيه بقى؟ ايوه ايه اللي ماليش فيه؟ قول لي هتعمل ايه عشان هنرتجل. طب يلا نرتجل. ماشي بس خليك معايا. ايوه انا هروح فين؟ تجاريني في اللي انا هعمله. ماشي اخلص. انت هتسرق ورد؟ على فكرة يا هاني ده ورد مش بطاطا، على ورقة الكريمان دي. الله بالخير. أهلا وسهلا يا فندم. حياك الله. أهلا وسهلا. أبي أعرف غرفة الفنان أحمد فهمي. وأنا أبي فوق الشجرة. لا تؤاخذه يعشق الكوميديا، نسميه عندنا الخليج كوميدي.
هو في الدور ال 23 غرفة رقم خير يا فندم؟ لا كنت هتكون رقم كام؟ رقم ايوه بس انا كنت عايز اتشرف بحضرتك. اه تتشرف بينا. اني ال اني اسمها اني ما انا 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 الامير محمود سليمان امير نزلة السمان وهذا شيخ العرب همام. ايوه 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 طب ما تقول له ايه طب بص دي ايوتش 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 معنا هدية من أمنا الشيخة نعسانة نبي نعطي هذه الورود النادرة الوجود للفنان أحمد فهمي. وهي فين يا فندم؟ هي معاكوا هنا؟ يقول لك الأميرة نعسانة. نعسانة نعسانة كيف تسوي نعسان؟ طيب ما فيش مشكلة هيكسبها لنا وإحنا هنوصلها. نسيب الورود هنا يصير هذا؟ والله ما يصير هالكلام. ما يصير ما يصير هالحكي. ما يصير تبوظوها. هذه ورود رقيقة تحتاج معاملة. طيب هستأذنكم بس أسأل المدير وأجي أرد عليكم. آه خويي تشيك مع المدير تشيك تشيك. هيا ايه رايك؟ ايه رايي ايه خيو؟ انت بتقول ايه؟ ده مش خليجي. ده خليجي مية مية. احنا ما بنقولش خليجي. ما تكذبش على نفسك. خليجي والله يا ابني انا سبع سنين في جامعه الدول بلقط الخلايجه واقعد اتكلم معاهم ودي ودي ودي. انت بتلقط ناس كتير فبتقول كله مع بعضه فخفخينا. طيب ما احنا كنا بنقعد عند فرغالي بشوفهم هناك. انا اسف جدا يا سمو الامير مش هقدر اديك رقم غرفه الاستاذ احمد فهمي. كافي ما تسوي رقم احمد. عايز ابقى الحقيقه. نعم المدير قال لك مو يصير. الحقيقه قال مو يصير. هو المدير خليجي حبيبي؟ اكيد ما قال لك مو يصير. كيف؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيتنا هي السلام كما ترى. كان يا مكان يا سعد يا اكرام. معك الامير فلان ابن علان. لا ده امير في الف ليله وليله. لا في مملكه كليله ودمنه. ابن الاميره ندمانه بنت علانه. ندمانة بعد ما جابتك طبعا. ندمانة من ساعة ما اتزوجت أبي. وخليك في حالك. معي ورود من أجود وأندر أنواع الورود والزهور. أبي أن أعطيها للفنان أحمد فهمي. خويي المدير قال مو يصير. ليش ما يصير؟ مو يصير. وبعدين إحنا جايين الأول. شنو جيت الأول؟ أنا جاي بعدك وأخدش قبلك. كيفتش؟ كيفك يا اخي يرحمكم الله. كيفك اعدي اعدي يا اخي خد علاج. اعدي مو ينفع يقوم ويصير واحنا جايين الاول وبعد عننا يا قاطع الطريق يا وجه الكنجرو. انا وجه الكنجرو؟ اي نعم. وتضرب الكرش؟ نعم. هذه اهانه ما يمحوها الا الدم. الا الدم؟ نعم الدم. خذ سلاحك. وينه؟ خذ سلاحك. العزه لنا ولا عزه لك. والسلام. يا 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 جماعة يا جماعة من فضلكم اتخانقوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق احنا نتعارك. وايش دخلك انت؟ طب معلش اتعاركوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق احنا نتعاتب. نعم. طيب معلش اتعاتبوا على جنب شوية من فضلكم. نتعاتب على جنب. نتعاتب على جنب. تعالوا نتعاتب خلف الجبل. هيا بنا خلف الجبل. هيا بنا. اين الجواهر؟ منك لله يا شيخ بوظت لنا المصلحة. مبسوط دلوقتي عم ضحي؟ ضحي؟ انت ايش عرفك ان انا ضاحي؟ يا سلام يا اخوي. انت حويط انت قوي يعني يا ابني. ما انت زي ما انت. شنبك هو هو وشعرك هو هو وادائك هو هو. البورسعيدي زي الخليجي. لا ما شفتنيش في الصعيدي والحجاله اجنن. ما شفناش يا سيدي. بصوا بقى من الاخر انا عارف ان انتوا جايين عشان خاطر العدد وانا كمان جاي برضو عشان خاطر العدد. فناخد العدد وبعد كده نتصافى. طيب وانت هتعرف رقم الاوضه منين؟ دي شغلانه انا ولا مؤاخذه؟ طب ولا مؤاخذه احنا ايش ضمننا اللي الكلام اللي انت بتقوله؟ يعني لما نجيب العدد مش تاخده مننا زي كل مره؟ اه هادئ. خلاص خشوا انتوا الاوضه وجيبوا العدد وخلوه معاكم وبعد كده هيبقى يحلها ربنا. طيب ماشي. ممكن نتكلم خليجي شويه عشان ما نتفقس؟ عشان انا حاسس ان احنا من سينا مش من الخليج. خلاص نغني اغنيه خليجي لحسين الجاسمي. اه اما براوة براوة اما براوة دور حبيبي طراوة اخر طراوة. قلت حبيبي ملانة عطشانة يانا. انا سبونج بوب انا سبونج بوب انا سبونج بوب سفنجة ودلوني. انا سبونج بوب أصفر كموني. الفراشة البيئة دي ده لو كان الواد هاني هنا
كان زين العيد ميلاد ده حلاوة. والنبي يا شيرين اسكتي انتي وهاني بتاعك ده. ورايا